دارس بزنس اول شيء، درس بزنس لحتى يعمل بريتشن بالكنيسه الانجيليه بامريكا. هيدا بوزيشن ليدرشيب بوزيشن تاخده لتاسس كنايس، يعني بيروح هو مثلا على منطقه بياسس كنيسه، بس هو اسس كنيسه غير عنه انه الحجر وتعمر وكذا، بلش تجيب عالم حولك. لتجيب عالم حولك في عندك بورد ليدرز وتحط كل واحد مسؤول عن قصه مانجمنت. سو بلش بهذا الموضوع، اشتغل فيها فتره لوصل لوقت انه عم يشتغل على حاله ليكبر. اجتمع بحدا، عم خبرك قصته لانه كثير مهم، اجتمع بحدا بيقوم بيسألوا هذا الحدا سؤال اللي انا سألتكم اياه، لكم جون do you have a growth plan for yourself؟ وقف الزمن عنده، بلش قصته من هونيك the importance of growth، وبلش يشتغل على حاله يتعلم على حاله. تدين $900 كان حقه الجروث بلان اشتريه من الزلمه، تدين $900 وقصتهم على 6 شهور لحتى لا يبلش يكبر هو، لانه شاف اهميه الجروث بكارير تبعه. هو وعم يكبر صار يقرا وصار يهتم بالليدرشيب وصار يعطي بريتشز على الليدرشيب، بيقوموا بيبعتوا وراه شركات خاصه ليعطيهم هذا الكورس عن الليدرشيب، بلاقي انه في نيد له برات التشيرش يعني، لحتى لا يشتغل مع البزنسز اراوند ذا كونتري بامريكا يعني. وبلش اسس شركه ليدرشيب تريننج، شوي طلع كوتشنج، شوي بلش يشوف انه لا عم تكبر الشركه. بيجي حدا بقول له هتلر اسس شركه وورلد وايد، بلشنا من المسيحي. هلا انا بالوقت اللي انا كنت كان في اسلام، كان في من شو اسمه هل صار فيها الحرب، فيتنام، فيتنامية منهم مسيحيين، في منهم مسيحيين في منهم مسيحيين، كان في بوذية، كان في عالم من كل الأجناس. شو بيقول لهم؟ بيقول لهم I'm a Christian believer، أنتوا عن you have your own belief، خلينا نكفي your own faith، خلينا نكفي بي اللي أنت هو، بس جرب هيك تركب عندك so كل العالم around the globe بكل الريليجيوس الموجودين كلهم leadership موجودة. من هونيك بلش يكبر ويكبر ويكبر، وصار ما بيحكي الا ليدرشيب. هيوج، شيء مخيف هذا الزلمه، بس حس بقيمه قديش هالامباكت. تخيل كان عم جرب يعمل امباكت بس بمطرح ما هو هذا، بنحكي انه تشينج ذا وورلد اراوند مي. هلا في عنده تريبس بيعملهم، انا ما فت معه بيكون اكزكتيف ممبر يعني بتدفع زياده لتروح معه. في عنده تريبس على الكونتريز، بيروح بيجتمع مع قاده بهذا هذا، سو بيكونوا كذا فريق، ناس بيجتمعوا مع السياسيين، ناس بيجتمعوا مع مين؟ مع المدارس. بصير يشتغل تايبر شو ترانسفورميشنال تريبس بسموه، تيأثروا بالمجتمعات كيف تشوف وين صار. اوكي، ذس از جون ماكسويل. ابارنتلي قصته عويصه الي، خلنا نسمع الفيديو. ريدي؟ يلا. I think we've overlooked something that's very simple in leadership. Because we talk about leading people, I'm going to lead my people here, I'm going to lead my people there. What we have to understand as leaders is we have to find our people before we can lead them. If you can't find them, you can't lead them. And what does it mean to find them? It means that you're able to go to where they are. You're able to connect with them. And what leaders do best is leaders find the people where they are and they bring them to where they should be. That's what leaders do. The conclusion. Thirteen seni. Interesting. Thirteen seni. اسمع بعض مرة. I think we've overlooked something that's very simple in leadership. Because we talk about leading people, I'm going to lead my people here, I'm going to lead my people there. What we have to understand as leaders is we have to find our people before we can lead them. If you can't find them, you can't lead them. And what does it mean to find them? It means that you're able to go to where they are. You're able to connect with them. And what leaders do best is leaders find the people where they are and they bring them to where they should be. That's what leaders do. You cannot lead someone إلا ما تروح تفتش عليه وتجيبه. Fine. Action discussion. We'll put points how we can apply them. God leadership lesson. Okay. And this one. Yeah, please. So until you have to find someone to lead him, 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 to l
ايديال اذا بدك له تقدمه او تقدم. اذا هو هذا الشخص اللي متداخل منه مرتاح مش مرتاح منه مقتنع او حس حاله يو ديدنت فايند هيم يعني لا مش عم بحكي عن الليدر اللي هو صاحب الشخص هو الشخص بدك يعني انت از ليدر اذا رحت بدك تجيب هيثم اذا الفيجن فلو يعني مش عم بقش عن مظبوط هي انت الليدر وهيثم هو هذا الشخص اللي رايح تجيبه بدك تليده لهيثم بدك تهندله بدك تليده وصلت لعند هيثم تتليد هيثم لقيت انه هيثم هو اصلا الفيجن اللي له فيك منه ايش مظبوط قدامه منه ايش شو بتعمل بوجهه كيف بتوجهه اذا فيك عنده فرجيت الفيجن اول شيء قال لك كونكت ظبط له الفيجن تبعه ما بتجاوب تحكي بتجاوب حالك ما فهمت شو مقصدي يعني انا اذا رايح اول شيء تو فايند سم ون انا قصدي انه هذا شيء طبيعي كثير طبيعي انه تكون انت ضايع كثير طبيعي انت يعني هيثم يعني بس ليدر ولا متاخر ليدر انت لو منك ضايع هذا دورك تو فايند هم تو فايند هم ان لوكيشن تو فايند هم ان بوزيشن تو فايند هم ان هيز personal being, to find him in his organization, to find him in his social context, to find him, هذا to find him. To find him in his mental health situation, to find him. ايه مش تفتش عليه مش بالبوزيشن. لا لا لا. No, 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 no. هذا بيناسب هذا ما بيناسب. لا 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 لا. ابدا مش هذا اللي عم يحكي عنه. بالتيم تبعك بدك تعرف التيم تبعك شو نحن هيك بنقول؟ You have to find him. سبوت البوتنشال واشتغل عليه يلا خلينا نسمع له الفيديو بعد مره وهيك بنستفيد كلنا ناخذ بوينتس يلا